ماذا تعرف عن مضيق هرمز؟ مضيق هرمز هو ممر مائي طبيعي يقع في منطقة الخليج العربي ويفصل بين مياه بحر العرب وخليج مكران، هو المحيط الهندي في الجزء الشمالي وبين مياه الخليج العربي في الجزء الشرقي. تطل عليه من الجنوب سلطنة عمان من مدينة رأس مسندم، ومن الشرق والشمال إيران من مدينة بندر عباس. ويعتبر مضيق هرمز ممرا دوليا تتمتع فيه جميع الدول بحق الملاحة دون أي شروط. ويكتسب المضيق أهميته لاعتباره في منزلة عنق الزجاجة عند مدخل الخليج العربي، حيث يصل ما بين مياه الخليج الشبه مغلقة مع مياه البحر. يبلغ طول مضيق هرمز حوالي 63 كيلومتر وعرضه حوالي 50 كيلومتر، وحوالي 34 كيلومتر عند أضيق نقطة فيه. ويبلغ عرض ممري الخروج والدخول فيه نحو 10.5 كيلومتر، ويبلغ عمق مياهه 60 مترا فقط. وتصل مساحة المياه الإقليمية الخارجية للمضيق حوالي 100 كيلومتر من جنوب غرب جزيرة قشم حتى شواطئ مدينة كنكان الإيرانية. يعتبر مضيق هرمز جزءا من أعالي البحار حسب القانون الدولي، وتخضع الملاحة فيه إلى نظام الترانزيت الذي لا يفرض أي شروط على السفن طالما أن مرورها سريع لا يحتاج إلى توقف. ويحق للسفن حرية العبور عبره ما دام لا يضر بسلامة الدولة الساحلية أو يمس أمنها أو نظامها. في مضيق هرمز توجد مجموعة من الجزر، أهمها جزيرة قاسم. نسبة إلى قبيلة القواسم العربية، يبلغ طولها حوالي 115 كيلومترا وعرضها حوالي 18 كيلومتر، تعتبر أكبر جزر خليج هرمز وأكثرها غنى بالملح والنفط والغاز الطبيعي. من الجزر الواقعة أيضا في هذا المضيق جزيرة جينهام، تقع جنوب جزيرة قاسم وتتكون من جينهام العتيقة وجينهام العرب وجينهام الجديدة. هناك أيضا جزيرة هرمز تتبع لمدينة بندر عباس، وتتميز هذه الجزيرة بموقعها الاستراتيجي المهم. جزيرة لارك تقع شرق جزيرة قاسم وتتميز بموقعها المهم في وسط المضيق. وهناك أيضا مجموعة من الجزر الصغيرة، منها أم الغنم وطنب الكبرى وطنب الصغرى. يعتبر مضيق هرمز مضيقا مهما جدا، حيث يلعب دورا دوليا واقليميا مهما في التجارة الدولية منذ القرن السابع قبل الميلاد. فهو اهم ممر دولي للنفط، حيث يعبره يوميا ما بين 20 الى 30 ناقلة نفط، وهو ما يشكل 40% من تجارة النفط في العالم. المنفذ الوحيد لجميع الدول العربية المطلة على منطقة الخليج العربي ما عدا سلطنة عمان والامارات والسعودية. تصدر دول الخليج ما يقارب 90% من النفط عبر مضيق هرمز. تعتبر اليابان من أكبر الدول استيرادا للنفط عبر المضيق، ويمر حوالي 22% من السلع الأساسية في العالم كالحبوب والحديد والخام والإسمنت عبره.